بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة وتمام العافية. في هذا الفيديو تاع اليوم إن شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش غادي نمحو الرسائل تاع الماسنجر والفيسبوك في دقة واحدة بلا ما نحتاجو بلا ما تحتاج تبقى تتعب في الميساج تمحيهم بنفسك. فبهذه الطريقة هذه واحد الإضافة غادي نضيفوها لجوجل كروم، فقط غادي نخلو هذيك الإضافة بوحدها هي اللي تمحي لنا دوك الميساجات كلهم دقة واحدة. والأمر كالتالي، أول حاجة هذا هو الفيسبوك ديالي، غادي نمشي للبلاصة ديال الرسائل، كيف ما كتشوفوا هنا راه نقل العديد من الرسائل هنايا. الطريقة وهي غادي نجيو ل جوجل سوق كروم اللي خاص بجوجل اللي خاص بالإضافة ديال جوجل. كاين هاد الأداة هادي فاست ديليت اول ميساج فورم ميسنجر. هاد الأداة هادي الخوت هي اللي جربتها وهي اللي خدمت معايا. كاين بزاف ديال الأدوات هنا كما كتشوفوا كيلعبوا نفس الدور ديال هذه الاداه هذه، ولكن جربتهم كلهم والنص فيهم ما كيخدمش معك كيف ما بغيتي. النص فيهم ما كيخدمش معك كيف ما بغيتي، فلهذا حاولت انا نجرب وهذه الاداه هذه هي اللي خدمت معايا الحمد لله. اول حاجه كتجي الاداه اللي غادي نحط لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو، كتضيفها لجوجل كروم بحال هكا، كتضغط على اد اكستنشن كذا باش كتضيف معاك في جوجل كروم. كيف ما كتشوفوا هي انضبطت معنا هنا. اول شيء كترجع للفيسبوك تاعك بحال هكا وكتضغط عليها. ما كتضغط عليها كتعطينا هاد الواجهات هادو. هاد سيتي بوان كنفتحوا بها الميساجات، كتضغط عليها بحال هكا كدينا لهاد البلاصه ديال اللي كتكون خاصه بالرسائل. كما كتشوفوا جميع الرسائل هنا، الناس اللي مصيفط ليا مو مصيفطين ليا. الطريقه الثانيه كتعاود ترجع تضغط عليها هكا وكتضغط على سيتيب تو ريموفي اول ميساج. زعما الخطوه الثانيه هي تضغط عليها عادي مباشره عادي تحذف معاك، اي بداو يتحذفوا معاك الرسائل. نضغط عليها هكا عادي تنبات تاخذ الواجهه ولكن الغياب بحال هكا، وعاد ترجع لهنا وغترجع هنا وغادي تلقى الخوت كما كتشوفوا. وغترجع غادي يبان لك داكشي ولا بوحدو، الميساجات كلهم كيتحذفوا تلقائيا، ما غاديش تحتاج تضغط على شي حاجه، غادي تركب بحال هكا واحد نصف ساعه ولا هكاك غادي تمحي لك جميع الرسائل اللي عندك، واخا يكون حتى 1000 او مليون ميساج عندك غادي تمحيهم. اتركها بحال هكا اتركها غادي تمحي لك الرسائل. وهذه الشيء اللي كاين الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.